بغوش الموسيقى انا حبسنا الموسيقى لان ما بغوش الموسيقى ايوا ما بغوش الموسيقى ما عنديش من الموسيقى ايوا ايوا انا في عندي موسيقى اخرى ولكن الكوبي رايت ما يخليونيش ندير فلي هذا ما خصنا لا موسيقى لا والو لا بغيت نغني لكم واحد الاغنيه نغنيها لكم ولا ما نغنيهاش نغني لكم فهمتي يا مصطفى خلص لا سينيسس يا مصطفى المغاربه مابقاوش حاملينك قالوا لك سير تقود بحالك يا مصطفى روح تقود يا مصطفى خليني نضرب الطاسة على خاطري ما خصني لا سينيس ولا سيكوريتي بدا هاي الأغنية غني لكم دي سمحوا لي على الصوت لأن ما عنديش صوت يعني واحد الصوت أوبيراتي دابا الناس كتبوا لي قال لي كاين واحد داك اسمو واحد الوزير خو كان وزير ونقاش كنت قلت لكم العام اللي فات العام اللي قلت لكم على داك الطالبي العالمي داك شبراس عندهم شحال من مليون ديال الدرهم تتسالى ليه الخزينه خصها تاخذ الفلوس خصو يعطي الخزينه لانه مخدم عباد الله عنده ما تيخلصش لهم لاكيس سوسيال وسكتوا عليها لانه قال لك صاحب الرئيس ديالو هو داك اخنوش اللي صاحب الملك اللي مرتو الخدامه ديالها ما تيخلصوش لاكيس سوسيال دابا الا عندك شي علاقه مع اخنوش معفي من لاكيس سوسيال ما تخلص لاكيس سوسيال لا والو ايوا دابا حنا اذا تكلمنا على لاكيس سوسيال تيحبسوا لي الفيديو لان هذه دابا لاكيس سوسيال بحال شي مرض جاهم شي مرض دابا كاين داك المرض اسمو داك المرض التاج كورونا ماشي كورونا البيرة لا كاين ديال المكسيكو التاج سي ان اس لا هادي ديال المغرب اللي مكحلينا ودابا شوف عباد الله هاد الحكومه الحاليه عباد الله باش عارف انا قلت لكم على المحامين ناقص 7% كلهم القحام ها واحد الرامي قال لك وزير ها الاخر داك امرقاز امزرع تا هو محامي كل من المحامين فيهم تخلويد واخا يدخلوا للحكومه تيبقى فيهم تخلويد خليك من ديك الخطابات داكشي ما تياكلش فهمتي ما شوف دابا انا تنعاود الهضره قال لي تتعاود قال لي واحد سالو ليك واحد يقول لي تخربق واحد قال لي دي يوكلوها لك اشنايا كرموس دخل كرموس ولا مازال مالناش واحد قال لي اسكت لي سكتوك ما باك انت تهددوا فيا وانا انا بحال الكلاب وتنبح وانا اسكر لي جاف عندي الجمهور ديالي اللي تكتبوا لي كاينين الاطباء قالوا لي البيرة ما مزيانش لك بلا ايوا هما بعد مش عندنا حتى الاطباء ياك البيرة ما مزيانش عرفناها ما مزيانش لان تبول واش بغيتي نشرب ماش بغيت نشرب تقريبا 70 عام بغيت نشرب هادشي واش خطر عليا فهمتي ندير وي راني ماشي باقي جون فهمتي راه غير مره من نسدو الريد ونسدو الحانوت والحانوت لا بريك ما عندناش من نسدو انا نبقى انا دوك الضيوف ديالي منهم المغربي والمروكي وبعض الناس هادو ديال الاعضاء تندخلوا تنجحوا من البيرة ونطلعوا القسم العالي فلي هذا ودابا انت تشوف دابا ماشي غير هادو المحامين هادو راه محامين رغم انهم وزراء راهم محامين شوف هادو محامين صحاب القانون اللي تعرفوا كيفاش يلعبوا بالقانون وبالكلمات في ذاك البرلمان ذاك البرلمان بحال المسرح to be or not to be this is the question have you paid your sentences ما عليناش هذاك الشيء ماشي سوقنا هذاك شيكسبير حنا ماشي شيكسبير ماشي اسمو لك الاخر داك ديال الصويره تيم صديقي هذاك لا ماشي هذا فهمتي فلهذا لا
دابا هذا الموضوع، دابا هذا الموضوع، دابا نشوفوا دابا واش الملك في اخباره ولا ما في اخبارش. ما كانش في اخباره، غادي نتكلموا مع ولي العهد. شوف اسي حسن، تكلم مع باك الله يرحم باك، قول لي راه هذه الحكومه اللي عندك راه كاينين جوج وزراء ما هادو اللي بانوا عازد عليهم شعل اخرين، ما تيخلصوش لا كيس سوسيال، ما كاينش تيخلصوش لا كيس، واخا تيخلصوها تيعملوا لك السميك وتينقصوا لك. ها كيما داروا لك داك السيد داك مول الكاميون ديال كندا، قعد تقلب لي فيه وقلبوه مش قال لك شويه ياخذ فلوسهم من لا كيس سوسيال، ما خدناهم حتى حنا تاخذهم نتايا. مشى لك قال لي فين عرفوك، قال لي انت يخدم تي غير عامين وبغيت تصلح الدنيا، وما 8 سنين وغادي يخدم تما، تخدم 8 سنين على الاخر قلبوه. شتي هات مشى قلبوه، قالوا لي تاخذ هذاك اسمه السميك المينيموم ويج. شوف هاتي جاري به العمل، لان قلنا لك تتقول لي فينا هي الثروه ولا الثوره، فهمتي؟ راه عندنا في المغرب، لان المغرب فاسد، لان هذاك اسمه هذاك الوزير ديال الماليه فاسد. هذا واش تيوا هو شتو تشوفوا هذا الوزير الماليه فاسد، فهمتي؟ تيحكر علينا غير حنايا، تيطبق الضريبه على الخمر علينا حنايا، فهمتي؟ حنا لقنا ايزي ايزي ايزي، حنا حنا مول دوك الميلكين كار، ديك البقره تجي خطو تجي خدم لنا الحليب، ماشي البقره تضحك عليك، تضحك لا، داك الفرماج، هذه البقره اللي تجي هادو تيمصو فينا حنايا السكيريه، لان حنا بزز يعني خصنا نخرجو، لان حنا ماشي مبليين، تنبغيو نشطو، دابا نشطو تيوبخونا، تيوبخونا في الضرائب، تيوبخونا داك اللسان ديالهم دوك المسلمين المنافقين، تيوبخونا في الكوميسيريا، تيكون انت سكران. وتيلصق لك دوسي اخر بان كان تيدير تيوب يدار مع البوليسي، والبوليس هو اللي بغا يدار معاك، كاين شي واحد يدار مع البوليس. ها ايوا معليش، خلينا نرجعو للموضوع ديالنا الله يرحم باكم، نرجعو للموضوع الضمان الاجتماعي. هذا كيما الاخو قال لي الثقافه، شنو الثقافه؟ ما نقولش لا ثقافه، لان الا قلتي رجع الثقافه يمشي يشري الدبلوم، لا، التربيه، التربيه خصهم يعرفوا بان الضمان الاجتماعي واجب. شوف هنا هنا انكلازا، هنا ماشي انكلازا، هذا ولكن سكوتلاند، معليش، تيخلص الضريبه فرحه، تيغود عليها وكي تيخلصها، تيخلص لاكيس سوسيال، ما كاينش. كاينين هادو الحارقين، هادو الهنود والباكستان، جيبو معاهم ديك السياسه ديال العالم الثالث والعالم الرابع، بغاو يديرو اللعبه ما يخلصوش لاكيس سوسيال، هما بيقدروا عليهم، بداو يقدروا عليهم، تعطيهم ها زيد خلص ها ها، ولا تجيو من الفاكتوره، تيخلصوا ولا يمشي الحبس، ولا ياخذوا ليه الاملاك ديالو، ما كاينش الضحك، طاف 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 طاف. هذا هما اللي يتعلموا داكشي خصهم يديروا في المغرب، لا ممكن حنا عندنا دوك المفتشين، هذوك المفتشين تكلم عليهم الباه، هاد المفتشين ديال الضرائب ولا ديال لاكيس سوسيال ولا القحاب، شفار يدخلوا البيرو، يدخل بها الانسان ديالك يدير بخير، جيب واحد القاعد مول ولا نسيت، جيب واحد البراد من القهوه تقطع الشانتي، فهمتي؟ بحال كي ديك بلوفر غاندي، كاين ديك القهوه الجا اخرى، تمشي تجيب البراد وهذا وتجيب لي هذا، وتبقى تكلم معاه لاباس بخير، كيدير شتي الواقي جات ولا الراجل ولا شي، وتيقلبوا بحال هكا، الاخر تقول ليه راه نشوف لك، تيدير تيسيني ليه، وتياخذ لونفلوب تقول العام الجاي. هادو المفتشين ولاد القحاب، راه دخلتهم ديك اللائحه، دخلتهم ياه، قال لي دخل الخلوق، معليش، هادو المفتشين ما تي هذا، لان الوزير ديال هذا شمعون جبرون بوعرشون اسمه ما عرف، لكن جابوا لك الشلح، جابوا من البنك هذاك جابوا الشلح اخنو شاه، جاب صاحبه، لانه مالو قال لك التكنوكرات، اش من التكنوكرات؟ التكنوكرات باش دير التكنوكرات، قال التكنوكرات غادي تقول لهم، تقول لك اللي خدامين عندك يلاه باليو 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 سيرو، وشو بدا يجمعوا لك الفلوس، ولا جمع لك الفلوس تخلصنا حنايا، مش انايا، هادو الناس اللي الرامي تعطيهم الرامي، ولا تعطيهم كاع اسمه الشوماج، صافي ممكن خصك دير لهم ارقام، دير لهم ارقام بحال الكلاب، ديروا الارقام للبقر، البقر اللي تبيعوا فيه الحليب مخلص من الغبره، معليش هذاك فهمتي، ودير لهم الارقام، كل واحد يعطيه رقم صافي، طف طف وقول لي ها نتايا، اذا كان غالي على كاميو ولا على تريبوز، ملي توقف البوليس اجي، وقت لاكيس سوسيال، لاكارت ناسيونال، طف طف طف، عندك واحد التليفون، تعيط لهم، تقول لهم واش هاد النمره هادي حيه ولا ميته، هما يقول لك حيه ما كنتي خلص، اذا كانت ميته تتوقفوا ديك الساعه. توقفوا دابا تحجز الحج نسيتي ديال مول التريبوطا، واخا يكون كريمينيل، واخا يقول لك الماء يعطى عليه، لا واش الماء اللي تيخلص عباره تيحرش عليه هذا الشفاره، لا
مو التاكسي، مول التاكسي تاهما كذلك، مول توقفوا بهاكا حق التاكسي ديال مولاه، ولي ما كاين لا مولاه لا ماجي. راه خويا ورقه داك السوسيال ديالك فينا هذا، وطبقوا عليهم وتعلموا كلشي كلشي كلشي. الفراجه حتى الفراجه واخا واخا هو خالف قالوا اجازي تتبيع هي تترزق هي، راه لاكي السوسيال ديالك ها واش تمشي تخلص واحد القدر المينيموم في لاكي السوسيال. لا حيد دير مول الحوايج، حيد كلشي وسيط العروبيه، ندير لك ثانيتو من العروبيه، قول لها ثاني العروبيه تاهما ما عليناش. اه مش عند مول الحانوت شلوح حتى هو هذا اللي يهز البوطاكاز عنده لاكي سوسيال ما عندوش، واش يدير هنايا يلا لا 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 رسمي على دار ولا انتي يقول لي بعدك مول الشح خليني ما كاينش لي يهز البوطاكاز. قول لي تعرف اش دير فاش تهز البوطاكاز؟ هز الفلوس وسير لاكي سوسيال خلص وتسجل ديك الساعه ايوا، قول لي كل شهر خلص عليه فهمتي. هادي هادي ولا دابا نقول الحمل 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 صافي داك وصافي اللي كان مول بابوش مول اهلا سي لاباس بخير. اه راه خذ واحد الجبالي، لا ما واخذ الجبالي تنكمل معاك من الاول. حتى انت كداك عندك لك عندك لك عندك لاكي سوسيال؟ لا واش دير هنايا؟ واش تبيع؟ اي ما تقدرش تبيع بلاكي سوسيال حتى هما. هادي قالك حق احنا مغاربه حنايا هذا، لا كنا مغربي لا بزاف داك انت مغربي، احنا مغاربه احنا مسلمين ما كاينش مسلم مخيف فيكم ولا القحبه، ما كاينش مسلمين عندنا في المغرب معنا ولا القحب المنافقين. المسلمين هما حنايا هنايا، المسلمين تلقاهم في البيران هذوك هما المسلمين، كيما قالت هذيك الداودي ديك البنت هذيك هذيك اللي تشهد مع البوليس ما عندناش ماشي سوقنا شغلها. الا ما شدتش معاهم يقولوا لان عندهم دوسي عليها ما عليناش فهمتي. خلينا نبقاو نتكلموا على العيالات والرجال. اه فهمتي كيفاش القضيه هنايا؟ الا ما فهمتي ولا ما فهمتيش انا راني ما فاهمش. اه قال لي واحد جاهل واحد قال لي تتعيش في لي زاني 50s و 60s يا خويا، انا كتب لي كتب لي بديك باللغه ديال باري فرونسي. قال لي هذا انت مازال ما عرفتي والو وتتحشم بلا كرون بوتاني. ولا ما علمش نحشم بلا كرون بوتاني، انا نتكلم بحالك دابا نتايا، انت تكتب لي اش بيني وبينك اخويا تقول لي داز عليك الوقت؟ اش داز عليك الوقت؟ لا والو الحمد لله انا جاي نشوفك ونشوفني ونشوفوا اللي ستر عليه الله سبحانه وتعالى نشوفوا. انا قال قال انت ميت بالسم وبلا ميزير وكلشي، وانت عندك فلوس عندك الفلوس اكثر من لي انايا، ولا تعيش في لا ميزير. يا سي اجي 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 قدامي اجي اجي بارلي فرونسي، واخا تكون ماشي بارلي فرونسي واخا تكون سبيك انجلش. اه بك عليك اللغه ديال موليان. اه هاي هاي تقاول قال لك حق فرنسا في ديك ليزيليكسيون مينيسيبال واحد ثلاثه ترشحوا دوريجين ماروكان. ايه ما لك دير ايه ما والو يبدي يخدموا لهم الفساد تما، لانهم كاين عندك في الجين ديالهم في ذاك الجين، ماشي الجين ديال السروال لا، ذاك الجين ديال شي ديال التكوينه ديال البدء ديال الدم ولا ماشي تقول انت بالعربيه هذاك. عندهم عندهم تخلويطه هما هما يدخلوا ما يدخلوا ما شو صور لهم عند ذاتي وصورنا مع الاخرى واش وصلنا ما صورنا عن والو. الاخرى كدير لهم دير لهم البورديل ديك الحكومه ديال زاكوسكي من زاكوزي ولا بارك انا ديك اللي هو القحبه انا معني اللي خرج على القدافي مدي كيفاش قال لي نتكلم معك نقول لها كداتي ولا ما عندنا ولا والو. تا هما التربيه وهذا هما القحبه جي عند خلويت ايوا هاد مازال قال المغرب احسن من هذوك اللي زادوا فرنسا، ماشي زاد كاين اللي زاد في المغرب وقرا فرنسا ولا هذوك. قال لك انتوما مخلويدين تاهم مخلويدين تاهم ما عندنا نلقاش في الدين ما كاين ما كاينش ما كاينش تخلويد ما كاين. لا لا ترشحوا في ليزيليكسيون مينيسيبال ويترشحوا ما يديروا لنا والو، راه راه ريافه قبل من بلجيكا ولا داكشي وفي هولندا ترشحوا والو والو. واش باقي نديروا؟ باقي باقي تيعملوا في المخمرات ومصاحبين مع لك اسمه واسمه لك الاخر الاخر الياس العماري اللي شاري لوطيل تيجي عنده تما من هولندا وبلجيكا قال لك سون دي ديبيتي اش من دي بي ولا دي بوتي ما عليناش. ما تبقاش عبد الدار تضحكوا عليه وتشدوا فيه وانا وانا ما 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 بحال بالك تكلمنا لك مع صويره شحال هادي شي خمس شهور على واحد ولد القحبه تما نقول له ولد القحبه باش تسوق فيها الله يرحمك. شوف مابقاش تشوف فيك الشوفه ولا غادي فهمتي غادي نجمع بحال بحال كنعمل نعمل الحلقه نجمع فهمتي. واحد يقول لي علال جراري علال جراري قال لك مخروبي علال في صويره في صويره واحد القحبه ما يسواش ما يسواش ديالك تيزني على مرتو عنده صاحبتو شرا لها ابارتمون شرا لها سياره ديال لوكس وشرا راسو واحد الكات كات ديك التوارق القحبه ضرب الفلوس تما وصويره ما فيها والو ما والو ديك صويره تا هي والو. اه حقها كاين عندهم ديك اسمه واسمه ديك اليهودي اسمه ما عندي ما اسمه ما عندناش نسيت ازولاي ازولاي ما عندهم زلول ما عندناش ازولاي قالك زولي الشرف دخل سوق راسو وهذا اللي قالك خصو يعطيو المحشر المهرجان ديال ديك الموسيقى هذيك وديك ديال القناوير قبل نروحو.
والصويرين داهم الماء ولا القحبة. هذا علال، هذا العبد سميتو باش ما تنساوش، علال جراري، هذا علال جراري، هذا رئيس مجلس مرجين ديك الصويرة، واحد الشفار من المكان. أنا مشيت قلتها، هما اللي قالوها، هما اللي قالوها. والسيد اسمه لك الدري ديال اسمه هذاك الدري اللي شدوه السيمانه اللي فاتك، طوانجي وشي في طوانجي ما معنيش هذاك طوانجي سيدي، هذاك طوانجي سيدي قناو ليه، هذا كتب لي واحد صاحبو عرفت قال تيهددوه بلي نشوف القناه العربيه. رجل أعمال معروف بأكادير عبر مكالمة هاتفية ولا تاكس، أيا ما كتب محمد رضا تواجني، سي تواجني راح ساهل نطيح عليك الباطل. واحد رجل أعمال ولا قحبة، واحد رجل قال لي ساهل نطيح عليك الباطل ونرسلك ونمرمدك نممدك تخلص لا ماشي نطيع عليك الباطل ونمرمدك نخلص ربعة الناس يشهدوا فيك بالاغتصاب وبالسرقة وبالتزوير ونرول عائلتك ونورنك وماشي العائلة، ولكن ما نديرهاش لأنك أنت صاحبي. شوفوا القحبة هذا تيهدد في صاحبي من الطفولة عزيز عليا وبعد من مصالح فلان وفلان. واسيدي حنا هاد المصالح فلان أنا غنتكلم عليهم كلهم، هاد القحبة ديال أكادير هاد المجلس البلدي ديال أكادير عطاهم الملك 120 مليار ياه، قال لك المستشفى الجامعي اش داروا ليه، جابوا لك الجيار اللي يكون واقف حدا الجرة عندنا في در بوشندوف، فهمتي جابوهم وجيروا قال لي حنا صلحنا هذا، هما صلحوا لا كابينه لا قاعات لا العمليات لا والو، غصبوا المستشفى الجامعي غير جيرو. شو هذا القحب مانيش معنيش اسمع واش عطيني اخرى هذاك ترين ستيشن فيها يكون ترين تا هي باعوا الارض وقالوا غادي نديروا الارض اخرى ونديروا فيها المحطه تا هي ما كاين والو، مازال ما بداو فيها و لا كورنيش لا كورنيش الضربي لا كورنيش ديال اكادير في جيب الناس على هذا حتى هي ما داروا فيها والو ها. وتقول شي حاجه كاع المشاريع كملي جا الملك عندي واحد ربع شهور فهمتي اتفقوا على مازال ما داروا والو القحب، لكن تما بعضياتهم على البلوكاج بلوكوني باش يعرفوا كيفاش يشفروا الفلوس، ملي دوز على عامين يقول حق الفلوس ما بقاوش ها ربع شهور. دابا جا الملك ودي الشن المشاريع، علاش تجيبوا الملك يدي الشن اللي ما كنتوش واجدين باش تبداو الخدمه ديك الساعه غير هو يمشي وانتم تبداو، لان هاد القحاب الشفاره مين هذا رضا طوانجي شوه بهم قناو ليه قالوا لي عندك تبيع السلعه مزوره كونترا بون عندك طوموبيله ماتريك لا هو القحاب هو هادي 3 شهور الناس ما عندها فين تمشي هناك الحراج. شوف هاد القحاب ايوا علاش ما يجيبوش التليفون ديالو ويقراه يشوف فين كان فهمتي، لا ما اش غادي نقول بينو بقول بين هادو واش عيب الله الماء اللي تشرب تيقطعوا عليهم الماء في اكادير تيقطعوا عليهم الماء لو يزوطي كاع لي زوطين تيقطعوا عليهم الماء هادي في اكادير ميامي سي بوس هادي الماء فيهاش الماء ما فيهاش فهمتي شنو غاتاني أو ديك اسمها ديك هاديك الدولة ديال كباب دون كباب إسطنبول عرفتي قلت لكم قالو المغاربة قول لي ستيديون ودوك الدراري ديال الأطباء اللي تيقراو ديك الدول الحازقة رومانيا وبلغاريا قالو لي ماش ديرو سيرو شدو التران ولا ديك الأوريال إكسبريس باش يلصقو لكم شي تهمة سيرو لإسطنبول وتسناو تما وغادي نصيفطوكم غنصيفطو الطيارة باش تهز كلشي من تما قربوا شويه بلا فهمتي بحال في المغرب تخرج الشاطي يدوز عليك الكار ماشي يدوز فوق يدوز عليك ويخليك معليش بحال هكا داروا لهم شدنا للقنصليه وهاد القحاف القنصليه تيبيعوا الوراق ب 1000 دولار عرفتي حطوا تركيا عامر بالدريات الدريات اللي خدامات ما اش من خدمه ما نعرف باش تدخل عليهم ما ندخلوش بالديتيل فهمتي تيبيعوا ورقه ماشي ورقه غير باش تدوز يحطوا لها السميه في اللائحه باش تركب في الطياره
ألف دولار فارق هذيك هذيك القنصليه ديال اسطنبول. انا قلت لكم هذا هذا ماشي هذا ابو زريطه ولا ابو زريطه هذا تكنوكرات هو تكنوكرات هو من جيبينو جيبينو بحال قرعه الدنون ما عندناش ما دير والو ما دير والو في الفهم وصافي مخلي مخلي الطلبه ديالنا مساكن دابا عرفتي لابوس لابوس ما يعطيهم البورصه سير الامتحان سير كل شيء ومساكن ما عندهمش. وكاين بعض الناس توريس يعصوا في الزنقه ثلاث ايام والله واحد كيبكي قال لك انا يقول عاش الملك وي وي وخذوا الميت عاش الملك الملك عنده مشاكل فهمتي ما عندناش فهمتي هذه في اسطنبول اسطنبول هذاك القحبه القنصل ولا دوك المسؤولين كاين في القنصليه ديال اسطنبول تيبيعوا الناس ولا حلفوك الدري عندهم الفلوس فهمتي الدري تبارك الله عليهم الله يعاونهم فهمتي خصهم يدخلوا المغرب ايوا ها دخلوا والله العالم قال لك تيخلصوا 1000 دولار رشوة 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 في اسطنبول. ها انت سمعني سير قول سير قول لك بوز ريموتا ولا بوريتا واش نقول سير قول لها تقول انت ويا شوف فيا شوف فيا زعما كنت نكذب انا غدا نخربق فهمتي سير خربقنا على الطيب العالمي خربقنا على الرامين خربقنا على هذا خربقنا على اخنوش خربقنا خربقنا كاع شي هذا نخربقوا وصافي خربقنا على الرباح ها حنا نخربقوا صافي ها حنا نتكلموا صافي والو حنا المصادر الله عليك كلمه مصادر الرصوص ساعه اجي تعطيني بعد المرجع تعطيني الكلمه العربيه تنفهمهم مصادر المصادر ديالنا ما عندهاش واش حنا قلنا لك حنا هنايا تنبرقوا تنخربقوا عجبك الهضره ما عجبك عاود الكراك فهمتي حنا قلنا لك هذا قلنا لك على هذا 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 الرميد هذا الرميد كان تينكح الدريه كان ينكحها وكان موعدها بالزواج فهمتي مشات في المره الثانيه لان المره الثانيه ما فيداش مسكينه مع هو دخل الوزاره وشي خصو يكمر معايا تعرف القانون تعرف القانون تعرف كل شيء فهمتي ها العام القانون ماشي القانون ها لا لا القانون ها مالي فهمتي فلهذا واحده مسكينه من هو تجوج مع ديك المراه المطلقه اللي عندها ولادها وعندها الفلوس الاخرى مسكينه جات تفقسا بقات تما تما حكايه تتفقسات ومات ايوا قالك حق عطيتها لا لا ايوا مزيان انا قلت عطاها يخلص تخلص لاكي سوسيال قلت انا خصنا دابا شي واحد نمشي نخدم مع شي واحد بحال دابا هذا المروكي نهار نخدمو نعطيه الفلوس ياك نقول له سير خلص خلص التمبر ديال لاكي سوسيال نمشي نخلص البيره يطبهم يقول لي راني خلص لا ما يمشي معاك لا هو المسؤول ويخلص مالي احنا ماشي سوق دابا ما احنا تنقولوا صافي حنا هاد القضيه غنبقى ديما نتكلموا عليها يوميا 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 ما احنا ما خاسرين والو بغيت حبسوا التاد حبسوا هذا الفيديو حبسوه تقاو راه حبستوا الواحد ديال البارح حبستوه فهمتي معنياش فهمتي وحنا عينا عينا ما نطالبوا حنا نطالبوا بمحاكمه الفاسدين ولكن شكون غادي يحامي علينا يعني البرلمان ولا القحم يكون شي حاجه بحال هادشي تيجوا كلهم وتيصوتوا ضد تيقولوا الاخر تيقولوا الاخر يقولوا سيني الاخر يقول ما نسينيش لان ماشي بهيمه بحال ثاني انا ماشي بهيمه اش قالوا ما نسينيش قالوا سيني اش منسيني حتى مشاو للعروبي جا صوتو وهذا باش يدوزو كاين دوك الممثلين اللي تاهما داخلين اللي داخلين تاهما البرلمان هذاك هو تاهما هذا القحم يسواش هذاك الممثلين كاين في البرلمان تاهما هذا القحم تاهما ما يسواش هذاك دخل من مع 93 يمكن لا لا سبعة لا ماشي فهمتي مش سوخي خليهم قال لي واحد علاش دير كارتون انت دير خويا كارتون لانني تنامن ب نامن بالبيئه فهمتي تنامن بالبيئه فهمتي تنامن فهمتي احنا ايوا هذا هو تياكل تياكل الحقوق ديال الناس اللي خدامين عنده ها يقول واحد قاري اش من قاري وتقرا وما عارفش بينك واش تخلص لك السوسيال ايوا هذه قرايه هذه مابقاش قرايه هذه ولات خرايه فهمتي بحال دابا انايا على ما انا واحد ميك خدام فهمتي ما قلتش واحد ما يخلصنيش ولا ما يخلصش لي لاك السوسيال ها والله العظيم نتفارق معاه من ماشي المقاطعة من الترايبينو المحكمة هذاك الترايبينو ديال الترافاي ياك معنياش انا كنت نمشي نتفرج فيهم ملي كنت صغير نمشي نحضر في الجلسات ديال هاك ديال هذا عرفتي عملو ديك المحكمة الجديدة الأخرى ماشي هذاك هذاك كيما كانو يعملو الجلسات دابا هاد السيد هو في الحبس دابا و تيهددو فيه وقالوا لي فرق عليك هذاك
وهما قناولي فهمتي، دابا هو في الحبس واش غادي يحاكموا ولا ما يحاكموش ما عرف. هاو السي كل مره داخل الحبس خارج فهمتي، هاو شتيه شي دابا قال لك المغربي واحد قال له غيوكلوها ليا، واحد قال كتبها ليا بحال هكا كتبها ليا باللغه العربيه، قال لي غيوكلوها لك. واش نقولوا علاش حتى حتى رجاوي يمشي قوي رجاوي ولا ماشي وجاجي ولا بحال بحال لما تيخلص كاع دوك الكويري ما تيخلصوش للخدامه ديالهم لاكي سوسيال، ولا تيكذبوا على لاكي سوسيال حتى هما تيقول لهم خدامين معايا غير 10 ساعات في السيمانه. كاين شي واحد يخدم 10 ساعات في السيمانه ويكون مرتو ويكري كلشي، كاينه ما كايناش لان لاكي سوسيال واخد حقهم حتى هما. دابا كل لاكي سوسيال وزير الماليه وكلشي يعمل خدمته، كون دابا المغرب عنده الفلوس كاع ما نحتاجو فلوس فوسفات، ها الفلوس كاينه في المغرب، شو شحال دابا من الفراشه، هاديك الفراشه شو شحال من الكزار، وش شحال من الحانوت، وش شحال من هادوك اسمهم موال الكراس، وهاديك جمعهم جمعهم ندير لهم غير 1000 ريال في العام، يالله غير 1000 ريال، عرفتي راه عرفتي شحال من مليون دخل، حنا قلنا غير 1000 ريال فهمتي، ايوا كل واحد 1000 ريال، وهادوك عاد يخلي دوك الجيران اللي يكونوا واقفين في الموقف، وديك البلومبيه اللي تيكون حاط بزبوز. بزبوط و كاع بلومبي و بلومبي لا والو، هادي الطوفيلي هاديك هما موين الطاكسي، هاديك موين الطاكسي هما ولا القحاب الكبار هاديك ديال هادشي الضرب، هاما دوك صحاب لاكوت ناري 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 هاديك صحاب لاكوت كاع هاي 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 هادو هادوك لي خلصو كاع هادوك لي خلصو الضريبة لا 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 كي سوسيال والو تيجي عندنا من تيجي دخل تما عطيو قرعة ويسكية، قرعة ويسكية تعمل 2000 ريال بالكرو ويسكي مدرح تعطيو عليه ايوا صافي يقول لها تيعطيو لك الدلاح وشويه ديال الزيتون وكشي يقول لها انت تيقول لها هو قصر هو على الاخر المهم كاين مراقبه له ايوا دابا انت تشوف ايوا دابا حنا الموضوع ديال اليوم هو لاكي سوسيال، لاكي سوسيال وصافي بحال هادو التامينات، هادو التامينات الطوموبيلات والو لا تخلص الصروف يطلق عليك السيدات تولي معاهم في هذا شد ليا نقطع فيك لا ما انت هذا دابا هما اللي ضربوا معاك ماشي انا هذا دابا انت عامل توريسك مخلص كلشي ها ولكن ملي توقع لك شي كثير توحل معاهم توحل معاهم هادو المولين التامين ولا كاع لقبوتيها كون داك الجيرو ولا داك اسمو البروكا اللي شتي من لاصون ما مديكلاريش بك فهمتي ما مديكلاريش بك ولا تاخر ساعه وعاد يديكلاري بك توقع لك كثير ولا تموت فهمتي هادوك انتوما تخلوين ملي كيفاش غادي كلشي تخوي هادو سي هادو لاسورونس شي قال لاسورونس ايوا فين عارف فاش كنا فاش كنا واقفين صافي هادشي اللي كاين اخويا صافي هادشي اللي كاين صافي ايوا صافي انا دابا اللي ما بغاش يخلص لاكي سوسيال احنا عينا احنا قلنا لهم عينا من حزاقهم عينا من حزاقهم والله عينا بالله عينا والله الا عينا بالله شنو اليوم ثلاثه نمشي نتفرج شويه في اللقطه ديال شي ديال التنس القديم تاع عملنا ريبيت ريبيت حنا كيما يدير ني هو انتم اخويا هو الشعار ديالنا بغيت تخدم خدم وما بغيتش تخدم قوي صافي راه قال الملك في الخطاب ديالو بالعربيه الملك قال لك اللغه من اللغه اللي تعرف الملك واحد قال لهم واحد اليوم تيفسر لي ما معنى كامبو في واحد الفيديو جاني واحد الفيديو من كندا واحد يفسر لي ما معنى كامبو لا فين معنى كامبو لا هادي 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 ديالي انا واش انا بعقلي والاخر تيفسر لهم ما معنى كامبو علاش ما يفسرش لهم هادي مسخوط علاش ما يفسرهاش لهم هذا مسخوط وهادي شنو هادي وانا صقع فسر لهم غير واش انا كامبو واحد تيفسرها فسرها مزيان معليش ايوا هادشي اللي كاين كاين والو فهمتي كاين والو اخويا ما كاين والو الله الله يسمحني يا صهيل هاد رئيس الحكومه راه كذاب شتي رئيس الحكومه كذاب ما فيدوش مسكين وهاد المراسلين ديال المساكن راه تيكتبوا لينا و تيعملوا المجهودات ديالهم المجهودات الجباره تي مسكين تي وكذا حتى واحد ما بقاش دابا السلطه المعرش واقع لي ما بغاش ما بغاش ينوض يجري على الواد القحام دابا الحشومه حشومه دابا يمشي شي مؤتمر عالمي يقول لي ها وانت الوزير ديال الحقوق ديالك وتيعمل تخلويض ومضيع هذا يضحكوا عليه
يضحكوا عليه. دابا بغينا المغاربه، دابا بغينا المغاربه يعلمونا نهار يعلمونا على داك الراميد ولا داك وزع، يعلمونا كانوا خرج كانوا خرجوا شي دوله اخرى، يعلمونا باش نوقفوا لهم قدام الوطن اللي ساكنين فيه. علمونا علمونا وكثرين اللي كانوا في اوروب، لا كان في الدول العربيه ما كاينش حق يشدوك ولا القحام، لا في اوروب الا كان شي وزير من هاد الجوج هادو ولا داك الطبيب العلمي خرجوا لاوروبا، علمونا دابا الصيف، علمونا علمونا نجيو لتما فهمتي. التواصل الاجتماعي نطلقوها في التواصل الاجتماعي، نمشيو لهم قدام الوطن نبرزطوهم تما، هادو هادو هاد الوزراء الشفاره، هادشي اللي خص ديال المهم فهمتي. التشوير التشويه التشويه اه التشويه فهمتي اه نقول لك صافي فهمتي. لعبوا معاهم دابا هما في المغرب ما يقدروش، هما هما اللي تيحكموا في القانون، هما كلشي ما كيحد يكون واحد واحد ريشافو ديال الحكومه ما تبدل زعما كاين ريشافو. هو قال طلقي الدعايه هذا فهمتي، طلقي الدعايه على داك التيجيني، قال لك غادي يجيبوه هو هو العامل ديال الشرق الاوسط، ماشي الشرق الاوسط حنا معالج جهه اخرى اللي فيها القجع بركان وجراده وديك الطبقه. قال لك يعطيوه غادي يعطيوه غادي يعطيوه عامل تما قول 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 هذا ما يقدرش يريح تما. هو مولا في بلجيكا، مولا في الصحراء، مولا في لي مول مارينيير مره مره شي شي قاعه ديال الفان بلون ويدخل لي تما لك فاكن الصحراء تا الفخر ما عندهمش والله الا عادي خلي خليهم يمشي بحال ديال الله وراك وعاود كرك فهمتي. دابا شوف هاد الفيديوهات، انا شوف اخويا قلت لك تعطل ما لو من تعطل اخويا تعطل لانني اما ديك الوي في هذاك ناقصه راه غوتنا على قال لي واحد خصك دير الباص غنديرو خويا غنديرو بشويه عليهم. واش انا ماشي بروفيسيونيل، هادي غير هوبي هوبي عرفتني هوبي ماشي هوبي صاحبي، لا لا الهوبي الاخر ولكن باش ندوز الوقت صافي ديال الهوبي ما تقولش انا ما عرفتش بالعربيه هذيك فهمتي. عندي هادي باش ندوز الوقت، انا ماشي سياسي ولا لا والو، حنايا تريحو هنايا في هاد الجمعيه ماشي جمعيه، حنا جمعيه ما كاينه مقاليش جمعيه جمعيه، حنا معهد معهد انستيتوت المعهد العالي الملكي، ماشي الملكي العالي، العالي الملكي عالي هو الاول عاد ملكي، لان حنا تابعين الملكيه ديال الدول الاوروبيه. اما المغرب ما بينا وبينه غير الخير والاحسان، ماشي الاحسان داك الحزب ديال النكاحه نكاحه، لا لا حنا هادشي تاع السكيريه فهمتي. تجيو هنايا تجينا النميمه ولا التفرقيكه تجيو نناقشوها ونحللوها نرسلوها لكم ولكم حسن النظر. انتم ديك الساعه حكموا حكموا وكتبوا لي لا راه تعدوا على المال تعدوا على اسمه المتولي. اخويا تاش تعدى عليه ما تعدى عليه حتى شي واحد، هو ياك تلعب مع الرجاء والرجاء كثر انا عقل على الرجاء فيها المحامين، لو كان شي شي محامي تما يتكلف لي بلوكا يقول لي ما تشيش هاد القهوه تنقلبوا عليها، واش عليها الكريدي واش عليها هذا وهذا الخدامه وهذا تيخلص لك عادي سيني. هو شرا القهوه بلي شرا عباد الله ما شرا قبل كونفينمون تصيد معني قال لك حق راهم صيدوه. واش انت يا لعب مع الرجاء هادي الرجاء تخليو اللعب ديالكم يتقول هي ماشي رجاء وين نتوما ولا الدر السلطان ايوا الحي محمد بحال بحال فهمتي كيفاش القضيه ايوا ما كيما قال لك اغنورانس از نوت ان اكسكيوز الجهل ماشي عذر. دي كاينين هناك كان المحامي تيجي يشرب تما القهاويش كان يشوف شي واحد يعطيه النصيحه ما تشريش ما تشريش المغاربه قلنا لكم ما تشريوش ما تشريوش. شوف واش وقع في باب دارنا، باب دارنا ها هو مازال ما قع اللي والو سدوه تمن داك اللي يقول بكم راه خارج راه خارج راه ماشي في الحبس. انا كنكتب لكم مازال في الحبس راه خرجوه صافي والدوسي غتبقى للمحكمه سير جي. دابا المحكمه مع الحجر هادو سهير 4 شهور مشى، انتم غتدخلوا المغرب لا دخلتوا غير قبل المحاكم مسدوده ثاني يجيو هذوك وحكم مشاو للحج والحج ما كاينش ويقولك حكا عشورة، ها عشورة تاهي تعيدو فيها عشورة معليش، الدراري صغارو كان، إيوا وهاداك الحكم ديال باب دارنا قولو ليه ديك الإنجليزية حدمو هما أكثرية من شمال أوروبا، ماشي شمال أوروبا هاديك الدول الأخرى، القارة، شمال شمال القارة ماشي شمال، شمال ديال ديك القارة الأمريكية، كندا وهداك، وديك الدول الأخرى ديال ترامب، هادوك هما اللي شارين باب دارنا، مشاو ليهم فلوسهم دابا. وغادي يبقى جاي غادي وما كاين المحكمه لا والو كالوهم صافي ضربوا لهم. ولكن هذوك المغاربه ديال الجاليه
اسمح لي إذا قلنا لكم حمير ماشي ناقص ناقص 50% ندير لكن الكل قلنا لك سبيشال كيس. هما قال لي تيهددوا باش يدخلوا المغرب صحه قالك يدخلوا على فرنسا يشدوا البابور من ديك 7 ديك المدينه من تما يشدوا البابور يدخلوا لك الناظور قال لك غيدخلوا المغرب هذوك بلي مسكين باغيين يجيبوا ثاني كورونا داك السيكد ويف راه غيجيبوها لنا ديك المره جابونا الاولانيه هما سببنا ودابا قلتها والناس تهموني هذا وهي صدقات دابا هما ثاني هما راجعين عاوتاني هي الكورونا غترجع الكورونا غتبدا هاد الايامات عاوتاني غتبداو يجيو شكون يجيبها لكم ولاد بني مسكين ثاني يدخلوا لكم غيدخلوا بالطوموبيلات ويدخلوا على فرنسا لان الصبليون عاقوا بهم لان هما تسبوا الصبليون في هاد الكورونا هما تيجيو دوك الطوموبيلات انا نقول لك يا عرفتي علاش من هذاك بين ايطاليا واسبانيا كاين غير فرنسا تيقطعوا بالخف ملي تيلحقوا الاسبانيا عاد يبغوا يتسرحوا شي شويه انا ملي تيخرجوا من ديك الطوموبيله 3 ايام في الطوموبيله ما تنهارش زيك هذاك الكل تبقى 18 في هذاك اسمه في قلنا واحد ديال برشلونه وديك تحيه لك اسمه بونا ستادي تحيه ولا بونا لوتشيل هذوك هذوك الدراري ساكنين ديال برشلونه الله يعمر هذا قال لك جي عندنا فين نخرج نجي عندك مشي عندك انت مشي لهنا انا بغيت نمشي نشوف الداخل انا غير صبالي كبيره فهمتي ما تقدرش تمشي لهنا وانا وفي العمر ديالي فهمتي مازال ملي كنت صغير تنمشي نتبورد كيما تيدير لهم هذا اسمو هذا اسمو هذا هذا الرميد ديك الحفله كيتبورد على عباد الله بوجه احمر كيف بوجه احمر واخا هو عروبي بوجه احمر اخي المواطن لا خصني نقول لكم الادب اخي المواطن ما تنساش تشارك في القناه وتابوني وتسبسكرايب شير باتاجي وفرقوا بعضياتكم اعمل لايك وعمل ديسلايك وعمل ديك اسما ام ولا كنتي ولا القحبه هذه وحده تعير المتفرجين ما تعيرش متفرجين تنعير دوك ولاد القحاب اللي تيسينياليو هذو اللي دوك اللي تكتبوا اليوتيوب باش يحبسوا ليا المونيتيزاسيون اما الفيديو ما تيتحبسش لان ما تنخالفش قوانين دي في شلح ماشي ممنوعه عروبي ماشي ممنوعه ولد القحبه ماشي ممنوعه ها عطاي ماشي ممنوعه ها مدي هادشي ماشي ممنوع ممنوعش في اللغه اليوتيوبيه ماشي شي حاجه فلهذا غير تصدعوا كركم مدي وانا قلت لكم راه ماشي اليوتيوب اللي معيشني انا معيش قريب بالتقاعد ديالي قال لي واحد اش كنت ندير سوق فيا اش كنت ندير كنخدم عقلي ما عنيناش فلهذا خلي ندير لكم الصفاره لانكم نتوما الفات عيشوا في دوله بوليسيه ما تعرفوا غير الصفار هاي دي الحمصه باقه يور لاست اوردر ادبار بليز يور لاست اوردر الناس يقول لي زيد في الفيديو واحد يقول لي نقص ما عرفنا خويا فين جاني لازلنا فيه غوت ولا نقصنا فلهذا يلا فينيش درينك اند بيس اوف بليز اخوان الله يرحم نزار وخفف مشي بحال تمني هو هذا هادشي اللي كاين ها المره كاين شنو هو قلب قلب شتو هادي صافي هادشي اللي كاين اخوتي هذا وقف قف الله يرحم وقف شحال تساني ولا شحال نتسالك باش نرجع لك دوسك هذا وقف هذا بسلام عليكم اخوتي ندير سمحوا لي والناس اللي تيكاتبوني قولوا اللي بغيتوا تسبوا سبوا ليه انا ما القلب صافي وما عنديش هذاك اسمه ضرب كيف ضرب الدنيا في اللاس وصافي انا وقعد نسترح انا طلع لي الدم الباسيون فين نشرب واحد البيره ولا قالوا لي الناس تتنعس اخويا لي مسودن تنبول تضرب لي البول خصني نوض البول ميزو البول نشوف تكتبوا لي خصني نجاوبكم فهمتي وكاين اليوم نشوف واحد المغربي واحد الطبيب وقيت قال لي خصك تولي تمشى لان تمشى الدم تيبقى يدور وهذا قال فيها المنافع يقول لك شنو اللي ندير ولا نتمشى وكاين واش تيتمشى حفيان في البحر على الشاطئ البحريه ولا البحر فين بقى غنمشي غير بلا صباط
باش يعيطوا لي على البوليس ني. فلهذا صبحوا على خير، الله يطول عمركم، جود نايت.